مرحبا مشاهدينا، نبدا اليوم معكم مشوار جديد وحلقه جديده من برنامج ريدوانات من على شاشه العراقيه الرياضيه. اليوم الحلقه فيها الكثير من الاخبار في الصحف المحليه الصادره لهذا اليوم، وايضا اخبار السوشيال ميديا والاخبار الرياضيه العالميه، كل هذا بعد الفاصل. اهلا مشاهدينا، نبدا اليوم الحلقه في كل مره قراءه العناوين في الصحف المحليه الصادره لهذا الصباح، والبدايه مع الصباح ايضا. القيثاره يبحث عن التتويج امام الصقور. تحديد موعد انطلاق بطوله العراق ببناء الاجسام. وهناك رجال للصباح، نسخه خليجي 25 ستكون مميزه. انتهت هنا النسخة الأولى من الصباح إلى النسخة الثانية، هنا العناوين عالمية مشاهدينا لنقرأها سوية. الإصابات ترغم روبسون على اعتزال التانز. وهنا ترجيحات بغياب فيرتز عن المونديال. وهنا كورينثيانز يتربع على قمة الدوري البرازيلي. وهنا لوبتيغي فخور بإنجازاته مع إشبيليا. أما هنا العنصرية تضرب ملاعب إنجلترا. انتهت الصباح في النسخة الثانية إلى الصباح في النسخة الثالثة مشاهدينا، أيضا فيها مجموعة من العناوين عالميا. مانشستر سيتي نجح محليا وفشل أوروبيا. وهنا سيلتكس يجرد باركس من لقب الـ NPA. وهنا أنس تبلغ أعلى تصنيف للاعبة تنس عربية. هنا أيضا مبابي مصيري سيتحدد قبل نهاية الشهر الحالي. أيضا في الصباح مشاهدينا، هنا أول ملحق الصباح الرياضي متخصص بعد العام 2003. هنا أيضا وطني السلة يعسكر في الأردن. وهنا نتائج مميزة للكيك بوكسينج في بطولة العالم. أما هنا مثنى خالد يؤكد جاهزية الجوية لملاقاة الشرطة. مع الآن صحيفة الزمان مشاهدينا أيضا في ملحقها الرياضي. الشرطة تواجه الجوية في مباراة مؤجلة وسط تطلعات لحسم اللقب السادس. اتحاد المصارعة يعاقب 5 أندية تعاطى لاعبوها المنشطات. السماوة تتوج بطلا لكأس شركة مصافي الوسط الثالثة. أما منتخب الناشئين يواصل تدريباته تحضيرا لبطولة غرب آسيا. علي أولا في سباق 100 متر للفئة بي من الدوري الماسي. انتهت الزمان، انتقل إلى الدستور مشاهدينا. نبدأها بالشرطة والجوية بقمة كروية. فوز الشرطة يحسم اللقب. إشادة عربية بنجاح بطولة بغداد السلام للجودو. فوز الجوية يزيد المنافسة. وهنا صلاح نريد حسم الدوري. وأهيب نمتلك القدرة على الفوز. طائرة غاز الجنوب يتعثر بالآسيوية. وهنا الأولمبي يباشر تدريباته. أما الناشئين يواصلون الإعداد لغرب آسيا. وهنا الأنيق في موسم الصعد. انتهت هنا هذه النسخة من الدستور إلى النسخة الثانية مشاهدينا. اليوم في دورنا الشرطة والجوية بقمة كروية.
الأولمبي يباشر تدريبات استعدادا لبطولة آسيا. وهنا درجال يشيد بالتعاون المشترك مع لجان خليجي 25. فريق مصفى السماوة يتوج بطلا لبطولة كأس السيدة المدير العام الثالثة لكرة القدم. وهنا منتخب الناشئين يواصل تدريباته تحضيرا لبطولة غرب آسيا. أما الطلبة يطمح بوصافة الدوري، ومهدي كريم الأولمبي سيقول كلمته في النهائيات وبطولة غرب آسيا. وطني الصالات للرجال والنساء بيد الشريعة وشهناز. هنا أيضا كفاءات يحرز بطولة دوري الدرجة الثالثة في نينوى. وطائرة أربيل تخسر أمام ترز، وهزيمة ثانية لغاز الجنوب. هنا جمعة ينضم إلى الجهاز الفني بدلا من الحبيبي. انتهت هنا الدستور تماما، انتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة إن سبورت. مشاهدينا، لجنة خليجي 25 تختتم زيارتها للبصرة وتخرج بانطباع جيد لمراحل الإنجاز. أما اتحاد الكرة الموافق على شروطنا، أولا لم نفتح قنوات الاتصال مع أي مدرب أجنبي وسنختار الأفضل. هنا أيضا عماد هاشم، حراس المرمى العراقيون أرقام صعبة والخلل يكمن في خط الدفاع. هنا أيضا الإعلان رسميا عن استضافة العراق لبطولة غرب آسيا دون 22 عاما. بسبب محمد الباقر العنكوشي يشكو اتحاد الكرة العراقي لدى الفيفا. أما هنا مسيرة المواس بيد إدارة الشرطة والسلاح القطري مستعد للتفاوض. تصريحات واثقة من الشرطة والقوى الجوية، ملعب الشعب يحتضن صراعا كرويا جماهيريا ساخنا مساء اليوم. انتهت هنا إن سبورت إلى النسخة الثانية منها. مشاهدينا، اتحاد المصارعة العراقي يعاقب 5 أندية تعاطى لاعبوها المنشطات المحظورة. اليوم منتخبنا الوطني لكرة الصالات يبدأ وحدته التدريبية استعدادا لبطولة غرب آسيا. الشرطة وحيدا في القمة، وسامراء تغادر الممتاز رسميا، وأربعة فرق تتشبث بأمل الوصافة. هنا أيضا المسابقات تقرر إيقاف 4 دوريات لكرة القدم بسبب الامتحانات المدرسية. اليوم انطلاق منافسات الجولة 21 من دوري الصالات. اتحاد الكرة يغرب الملفات 30 مرشحا لتدريب المنتخب العراقي ويحدد شروطا مسبقة. خالد كبيان، سنعمل لدعم السباحة العراقية بعد فوزنا بعضوية الاتحاد العربي للعبة. أما هنا الإعلان رسميا عن استضافة العراق لبطولة غرب آسيا دون 23 عاما. والإيرانية ياري تعلن تشكيلة المنتخب العراقي بكرة الصالات. أما هنا أخيرا في هذه النسخة، غزة الجنوب وأربيل يخسران 3 المباريات ويتذيلان القائمة في بطولة الأندية الآسيوية بالكرة الطائرة. انتهت إن سبورت تماما، انتقل إلى الحقيقة مشاهدينا في نسختها الأولى. منتخب الناشئين يواصل تدريباته تحضيرا لبطولة غرب آسيا. وهنا عباس عليوي يطالب بتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2023. اختيار 22 لاعبة للمنتخب الوطني لكرة الصالات. وهنا رئيس نادي الدفاع المدني عادل الحر، نسعى للتأهل إلى دوري الأضواء ولدينا 5 فرق للفئات العمرية. منتخب السلة يعسكر في لبنان تحضيرا للتصفيات الآسيوية. كانت هذه الحقيقة في النسخة الأولى، إلى الحقيقة في النسخة الثانية مشاهدينا، وفيها مجموعة من العناوين العالمية. قطرش، التعصب يضر السلة السورية. وبرشلونة يمنح خطافي نقطة الحياة. وهنا فيراتي، أجواء الدوحة مميزة وحزين للغياب عن المونديال. ديوكوفيتش، ليست هناك طريقة أفضل لخوض رولان جاروس.
وهنا ميلان يقترب من الإسكو تيتو بفوز ثمين على أتلانتا. انتهت الحقيقة إلى آخر الصحف وآخر العناوين. هي الصباح الجديد مشاهدينا. الأولمبي يباشر تدريباته تحضيرا لوديتي إيران. 11 وساما للكيك بوكسينج في بطولة العالم. تايكواندو البارالومبية يشارك في منافسات الشارقة. هنا أيضا مصطفى أو السماوة يتوج بطلا لكأس السيد المدير العام الثالثة لكرة القدم. وبسام رؤوف يشارك الصباح الجديد الأفراح. وهنا جعاز يتألق في الدور السويدي. وزيد ثامر وأكرم علي يقودان مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بالبحرين. آخر العناوين، وطني الصالات يبدأ وحداته التدريبية استعدادا لبطولة غرب آسيا. مشاهدينا أجهز معكم المقال أيضا اخترناه من الصحف المحلية بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، اخترنا لكم هذا المقال اليوم من صحيفة الصباح للكاتب الصحفي الرياضي خالد جاسم، والعنوان أسطوانة المدرب الخواجة. لنسمع ونقرأ تفاصيل المقال. من دون مزايدات في الوطنية التي قد يخرج بها علينا بعضهم من ثلة المدعين بل والمتاجرين بها، أقول ومن منطلق القول المأثور أن في الإعادة إفادة. كنت أتمنى على اتحاد الكرة التخلي عن فكرة الاتكال على خيار المدرب الأجنبي لاعتبارات ومسببات عديدة ومعروفة، ليس أقلها الجانب المالي في ظل ظروف التقشف وشبه الإفلاس الذي تعانيه ميزانية المؤسسات الرياضية ومنها الوزارة والأولمبية واتحاد الكرة بالطبع. ونصحنا الأخوة في اتحاد اللعبة ومنذ حادثة الطلاق الخلعي مع البرازيلي زيكو وما سبقه وما تلاه من مدربين أجانب أن الظروف والبيئة الكروية تحديدا وأوضاع البلد بشكل عام لا تخدم مساعينا في استخدام مدرب أجنبي مهما كانت جنسيته وتفاصيل سعره وشروط عقده، وسواء كانت العصمة بيده أو بيد زوجته أو كان خاضعا لسلطة جهاز مخابرات بلاده في نصحه وحتى تحذيره من السفر والعمل في العراق، أو كانت مشيئة هذا المدرب في العمل مع الكرة العراقية مرتهنة بإدارة أو بإرادة جهات أخرى. ونصحنا وفقا لقناعات راسخة أن الاحتكام إلى خيار المدرب المحلي في قيادة المنتخب الوطني كاد يكون الخيار الأنسب وفقا لواقع الحال في كل تفاصيله. ولعل حكاية المدرب أدفوكاد وما خلفته من تأويلات وتفسيرات ذهب بعضها في اتجاهات عجيبة وغريبة وأصبحت حكاية للتندر الممتزج بالألم الذي يعكس جوانب ليست متفائلة في واقعنا الكروي، هي أصدق النموذج عشناه في تجاربنا الفاشلة المتتالية مع المدربين الأجانب. ولا أريد الخوض في المزيد لأن الحقيقة مهما كانت مؤلمة ومريرة سوف تكشف أو تكشف عاجلا أم آجلا. نعم مشاهدينا، الآن أنتقل بعد المقال إلى أخبار السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الأخبار المحلية الرياضية هذه الفترة ما بين الأمس واليوم. نبدأها بصدى الكرة العراقية، نشر هذا البوست خبر مؤسف للجماهير العراقية. كأس العالم لن تصل إلى العراق ضمن المحطات الترويجية لمونديال قطر 22. نسخة كأس العالم ستتواجد في جميع دول المنطقة ضمن الحملة الترويجية ولكنها سوف لن تصل إلى العراق لأسباب إدارية. كان من المفترض أن تصل نسخة كأس العالم مع أحد سفراء النجوم لمونديال كأس العالم
على أن يكون مكان الحملة في مطار بغداد الدولي، إلا أنه تم إلغاء كل شيء من قبل شركة كوكاكولا والاتحاد الدولي لكرة القدم وشركة برو للتسويق الشريك التسويقي لكوكاكولا في العراق. انتهى هنا صدى الكرة شبكة فيفا سبورت. مشاهدينا، غانم عريبي عضو الاتحاد العراقي: الخطوط الجوية العراقية طلبت 56 ألف دولار من الاتحاد لتوفير وقود الطائرة الخاصة التي ستنقل وفد المنتخب الأولمبي إلى أوزبكستان. معرض الكرة العراقية، هنا الحديث عن علي عدنان. علي عدنان يقول: وجهتي القادمة ستكون مع فريق يليق باسمي في إحدى الدوريات الأوروبية. انتهى هنا البوست، انتقل الى اخر. لازلنا مع اخبار السوشيال ميديا مشاهدينا. هنا الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. سعد ناطق يؤكد: نعم، لدي عدة عروض ومنها عرض رسمي من النادي الاهلي المصري، وانا حاليا ادرس تلك العروض المقدمة وساقرر بوجهتي بعد نهاية هذا الموسم مع فريق الشرطة. إلى نادي الشرطة العراقي، هنا صورة ومكتوب: نختتم التحضيرات. نعم مشاهدينا، من نادي الشرطة هنا استاد الدوحة. محمود المواس يقترب من العودة لدوري النجوم عبر بوابة نادي السلاح. نعم مشاهدينا، من استاد الدوحة انتقل الى بوست اخر هو شبكة الكرة العراقية. مدرب القوة الجوية حكيم شاكر يطالب بتأجيل مباراة الغد أمام الشرطة بسبب الأحوال الجوية. نعم مشاهدينا، نذكر اليوم مباراة الشرطة مع الجوية في 8 مساء على شاشة العراقية الرياضية، وأكيد ما يسبق ذلك الاستوديو التحليلي مع بقية الزملاء. هنا نكمل معكم أخبار السوشيال ميديا والحديث أيضا عن الكرة العراقية وبقية الرياضات. هنا مجلة الكرة العراقية: إدارة الشرطة مهتمة بشكل جدي بالتعاقد مع اللاعب كرار نبيل دون فتح التفاوض مع إدارة الجوية لحد الآن. أيضا نستمر معكم، وهنا لدي نادي الزوراء. نادي الزوراء نشر مجموعة من الصور وسط أجواء مناخية سيئة. الفريق يواصل تدريباته تحضيرا لمواجهة الميناء الخميس المقبل. من نادي الزوراء إلى الصفحة الرسمية لنادي الديوانية الرياضي: قبل الوحدة التدريبية ستبقى في قلوبنا لروحك الطمأنينية والسلام. هنا ماكسي.
بعد نادي الديوانية انتقل إلى بوست للاتحاد العراقي لكرة القدم. وطني الصالات يبدأ وحدته التدريبية استعدادا لبطولة غرب آسيا. وهنا أيضا كانت الوحدات التدريبية في معسكره المقام في العاصمة بغداد، والذي يدخل ضمن مرحلة تحضيراته الأولية لبطولة غرب آسيا التي ستقام في دولة الكويت للفترة من الرابع ولغاية الرابع عشر من شهر حزيران المقبل. هنا حسين عبد علي مساعد مدرب منتخبنا الوطني أن معسكر بغداد يعد الثاني، حيث سيتم فيه اختيار تشكيلة المنتخب ثم الدخول في معسكر ثالث في البصرة قبل المغادرة إلى دولة الكويت لخوض غمار بطولة غرب آسيا. انتهى هنا الخبر. هنا أيضا خبر آخر، والحديث عن أكرم مهدي وهو يجتاز اختبارات المشاركة في تحكيم بطولة غرب آسيا الشاطئية. اجتاز الحكم الدولي لكرة القدم الشاطئية أكرم مهدي بامتياز اختبارات اللياقة البدنية والنظرية لحكام بطولة غرب آسيا للشاطئية، وأجريت الاختبارات للحكام تحت إشراف لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في اتحاد غرب آسيا. انتهى هنا الخبر. انتقل إلى الأخير معي في السوشيال ميديا، هو موقع المحترفين. ممثلا العراق خسرا جميع المباريات الدور التمهيدي في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الطائرة. أربيل خسر مباراته الثالثة أمام الريان القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط، بينما خسر غزل الجنوب أمام سون توري الياباني بثلاثة أشواط دون رد. مشاهدينا أجهز معكم الأخبار الرياضية العالمية بعد الفاصل. إلى العالمية مشاهدينا، أبدأها بماركا الإسبانية. هذا هو سوق الوكيل الحر، اجتماعات إعلانات. ينهي اللاعبون من الطراز العالمي عقدهم في يونيو، منهم بوغبا، كيسي ومبابي. بعد ماركا انتقل لموقع كرة أونلاين. جاء في هذا البوست وعن صحيفة ماركا: نعم، تم الانتهاء من الاتفاق ليكون مبابي لاعبا لريال مدريد. بعد هذا الموقع أعود مجددا إلى الصحف، معي صحيفة داسان. أمال دوري أبطال أرسنال في الخراب، حيث جعلهم نيوكاسل بعيدا. بعد صن انتقل إلى موقع كورة.com. مشاهدينا، بعد هزيمته بثلاثية الخميس الماضي من توتنهام، أرسنال يسقط مرة أخرى بهدفين من نيوكاسل ويفقد المركز الرابع لصالح توتنهام. توتنهام يحتاج لنقطة أيضا واحدة فقط ليحسم المقعد الرابع المؤهل دوري أبطال لدوري الأبطال. أيضا موقع آخر مشاهدينا هو جول عربية. إقرار بالواقع أم حرب ذهنية؟ أستون فيلا وستيفن جيرارد قد يمنحا الدوري لليفربول، لكن يورغن كلوب لا يظن أن مانشستر سيتي سيفرط في لقب الدوري الإنجليزي. إلى الصحف مجدداً، معي الآن لا جازيتا ديلو سبورت مشاهدينا.
ينفجر ديبالا في دموع لا تنتهي، والملعب كله يصفر لأنيلي رئيس يوفانتوس. آخر ما لدي هي صحيفة ليكيب مشاهدينا. ليكيب هنا تتحدث اليوم عن قضية كايا وتعقيداتها بعد رفضه اللعب مع باريس سان جيرمان لأنه ضد المثلية. هنا وصلنا لختام حلقة اليوم مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن والمصورين داخل الاستوديو. شكرا للجميع، إلى اللقاء.